واعلن اتحاد الكره عن انتخابات لانتخاب رئيس وسكرتير جديدين للاتحاد لكن الصحفة ما سكتش وهجمه الوكيلين ورئيس منطقه اسكندريه اعلن استقالته رفضا لقرار قبول الاستقاله والصحف تساءلت عن موقف رئيس منطقه القناه والانديه رفضت عمل انتخابات جديده والاهلي اصدر قرار بعدم لعب اي مباريات الا بعد الفصل في امر اللاعبين. وتوقف النشاط تماما. والجميع طالب برجوع جعفر ولي باشا واحمد فؤاد انور عن الاستقاله. وفعلا عاد جعفر ولي باشا لرئاسه الاتحاد وعاد أحمد فؤاد أنور لمنصبه كسكرتير للاتحاد، وتم إيقاف محمد حسن وجمال البرنس لمدة عام، وبعدها انضم محمد جمال البرنس للمختلط، وهكذا كانت مواقف الأهلي ومسؤولوه متسقة تماما، لا تهاون في تطبيق المبادئ في اي مكان يتولون مسؤوليتها. ونفس العام 1928 شهد حدث حزين. توفي عبد الخالق ثروت باشا الرئيس الثالث للاهلي واحد مؤسسيه يوم 22 سبتمبر 1928 وصدر في جلسة اللجنة العليا يوم 12 أكتوبر 1928 عدة قرارات منها أولا إيقاف الجلسة عشرة دقائق حدادا على المغفور له دولة عبد الخالق ثروت باشا رئيس شرف النادي وفي البند رابعا اعتمدت اللجنه ترشيح حضرة صاحب الدوله محمد محمود باشا رئيسا شرفيا للنادي ووافقت الجمعيه العموميه بالاجماع في جلسه 30 نوفمبر 1928 على انتخاب صاحب الدوله محمد محمود باشا رئيسا شرفيا للنادي وسعاده عزيز عزت باشا وكيلا شرفيا للنادي. كان عاما عصيبا انتصر فيه الاهلي للمبادئ والاخلاق ومش بس كده ده فرضها على منظومه الكره المصريه وفي سبتمبر 1928 ونتيجه لغضبه من قرار الايقاف قرر حسين حجازي الانتقال لنادي المختلط وخد معاه علي الحسني وسيد أباظة يعني بسبب قرار تربوي خسر الأهلي ثلاثة من أهم لاعبيه لكن عمر الأهلي ما التفت لخسارة لاعب أو مباراة وتشاء الأقدار أن يكون انتقال حسين حجازي للمختلط هو البداية الحقيقية لنجومية محمود مختار التتش ليصبح النجم الاول للاهلي والكره المصريه ونفس السنه 1928 شهدت انجاز كبير لنجم الاهلي ومصر اسحاق حلمي ايه هو الانجاز اللي حققه اسحاق حلمي ده اللي هنعرفه لو احيانا واحياكم ربنا في الحلقه القادمه ان شاء الله